الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي التدوينة الثالثة الصوتية لموقع أو مدونة مرصد الهندي marthad.wordpress.com. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أكاديمية مكثفة لاكتساب أهم المهارات القيادية. هذه الأكاديمية بالتأكيد لن تغوص في أعماق كل علم من هذه العلوم، لكنها ستضيء ومضات سريعة. نحن نعرف مثلا أن التخطيط الاستراتيجي، دورة التخطيط الاستراتيجي تستغرق قرابة 5 أيام، كل يوم قرابة 5 ساعات، يعني تقريبا حيكون عندنا 25 ساعة، لكننا في هذه الدورة المكثفة حنختزلها إلى ساعتين. واو، ساعتين، نعم ساعتين، لكننا لن نخوض في التفاصيل. سنركز على النقاط العملية في التخطيط الاستراتيجي. سنأخذ نظرية من نظريات التخطيط الاستراتيجي ونتحدث عنها، مثل نظرية فايفر. سنأخذ الجانب العملي من التخطيط الاستراتيجي، مثلا التخطيط التشغيلي كذلك يحتاج إلى وقت طويل لكي يعني تدرسه وتفهم مبادئه وطريقته، لكن احنا حنهتم في ساعتين بأساسيات التخطيط التشغيلي، بحيث إذا انتهيت من هذه الدورة تقدر بإذن الله تكتب خطة تشغيلية وتقدر تساعد فيها منظمتك. الإلقاء كمان مهارة مهمة للقياديين، لذلك يذكر أحدهم يقول يعني لو قدر وأن فقدت كل مهاراتي وسمح لي بأن أحتفظ بواحدة فقط لاخترت الإلقاء. لماذا؟ لأنني عن طريقها أستطيع أن أسترجع كل ما فقدت منها. أماني وسط فكري لن تزل خلف. هذه الدورة المكثفة ستركز على 5 إلى 6 مواضيع، يعني في مواضيع مثلا جميلة، مثلا مواضيع الإبداع لكن لن نتحدث عنها. اللي يبغى يعني يسمع في الإبداع نعطيه مراجع، لكن احنا سنركز على 5-6 مواضيع ان شاء الله نتكلم عنها في وقت لاحق لكل شخص يريد ان يكون قائد. يا صديقي ضع يمينك في يميني ولنعش عمرا جميلا في العطاء، وافتح القلب لادراك يقين. ناخذ المواضيع التي سنتحدث عنها في الدورة ان شاء الله. المواضيع هي التالية: الموضوع الاول قراءة في كتاب صناعة القائد للدكتور طارق السويدان والأستاذ فيصل باشا راحيل. الموضوع الثاني العمل المؤسسي. الموضوع الثالث التخطيط الاستراتيجي. الموضوع الرابع التخطيط التشغيلي. الموضوع الخامس هو فن الإلقاء. وأخيرا لدينا لعبة أو برنامج جميل اسمه كيف تتخذ قراراتك. نظام الدورة، بمعنى أنا كيف حتعلم؟ التعليم في هذه الدورة المكثفة حيكون ذاتي، بمعنى انه احنا مثلا في التخطيط الاستراتيجي حتكون بين يدينا في دورة للدكتور طارق السويدان، فيديو مدتها ساعتين، حيكون معاها نص محاضرة مطبوع، نص المحاضرة اللي بيتكلم فيه الدكتور مطبوع، تحتاج انت انك تسمعها لوحدك او تسمعها مثلا مع 2 أو 3 من اصدقائك او 2 أو 3 من صديقاتك وتفهم المراد من هذه الدورة. بعد كذا يأتي دور الممارسة العملية، فستكون بين يديك مثلا لعبة أو قصة لشركة خلاص تبغى منك أنك تكتب لها خطة استراتيجية تفصيلية، فتمارس هذه الممارسة، حتثبت لك بعض المعلومات، يصير بكرة إذا قدر في الجانب العملي في حياتك العملية اضطريت أنك أنت أو احتجت أنك تكتب خطة استراتيجية تكون أنت مارست عندك بعض الأساسيات في هذه القضية. نفس الفكرة في قضية مثلا التخطيط التشغيلي وفي المواضيع الأخرى. في مواضيع، موضوع مثلا صناعة القائد، التقويم فيه ينقسم إلى قسمين. أول شيء قسم يختبر الجانب المعلوماتي، المعلومات التي تهمك في حياتك القيادية، هذه حيكون لها اختبار أو قسم أو لعبة مستقلة. في قسم آخر يختبر الجانب السلوكي، يعني مثلا يجيب لك قصة يقول لك الآن أنت كنت في منظمة وجاك موظف جديد، الموظف الجديد هذا عنده حماس وعنده طاقة كبيرة يبغى يكسر ويبغى يشتغل ويبغى، لكن ما عنده خبرة، ما عنده توجيه
إذا مثلا أنت إيش الشيء اللي حتسويه لهذا الموظف الجديد وفق مثلا نظرية القيادة الموقفية، تمام؟ بالتالي أنت لما تكون في واقع حياتك العملية ويجيك شخص بنفس الموقف هذا عنده حماس وعنده طاقة ومتحمس، هل تحتاج تعطيه تحميس أو تحفيز أو تحتاج تعطيه توجيه؟ هذا مثلا حنتكلم عنه في قضية القيادة الموقفية. قد يسأل البعض الآن، طب أنا إيش هستفيد من هذه الدورة؟ خليني قبل ما أقول لكم أنا إيش هستفيد من هذه الدورة أشارككم بهذه القصة. أنا أذكر من فترة كنت مثلا أسمع الفرق بين الإدارة وبين القيادة، وإنه القيادة لها 6 أمور مهم يعني تهتم بها، 1، 2، 3، والإدارة كذلك. لكن سبحان الله كانت معلومات يعني ما كانت تترجم في سلوكي، لما سبحان ربنا أكرمني بإني قدت يعني مشروعين. المشروع الأول قدته الحمد لله كان نجاح يعني طيب، ممكن ما كنت أتوقعه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكن أخطأ فيه. قد ما كان النجاح كبير كان كمان فيه أخطاء مرة كبيرة. انتهى المشروع الحمد لله وتعلمت. بعد كذا جات إجازة وسبحان الله تيسرت إني أنا أحضر دورة أو أحضر مؤتمر في الكويت مع الدكتور طارق السويدان ومع الأستاذ بثينة الإبراهيم، ربي أكرمني الحمد لله. كنت هناك ألاحظ كيف الدكتور طارق السويدان والأستاذ بثينة الإبراهيم يقودون هذا المؤتمر ولا يديرونه. شفتهم كيف مثلا لما يكون الدكتور طارق جالس ويجي ولده مهند يقول يا أبوي مثلا الدكتور محمد سعيد البوطي يعني داخل، تلاقي الدكتور طارق السودان بنفسه يقوم يستقبل الشيخ ويسلم عليه ويرحب فيه ويجيب له الكرسي بنفسه ويجلسه وحياك الله واهلا وسهلا. التكريم مثلا كيف رأيت كيف الدكتور طارق السودان بنفسه كرم العلماء والدكتور محمد البوطي. لما رجعت سبحان الله من الكويت وأول مشروع مسكته بعد ما رجعت من المؤتمر، لما قدت المشروع هذا مارست دور قيادة أكثر من إدارة. ماذا سنستفيد من هذه الدورة؟ أنا ما حذكر كلام كثير، حقول إنه مستوى إنتاجك سيصبح أفضل، ستصبح أكثر إنتاجا في وقت أقل، أداءك سيتميز، تصبح أنت متميز في إدارة مثلا أو في قيادة بعض المشاريع. قصة يعني في شركة من الشركات، شركة تحف وأدوات منزلية، كان لديها تخطيط استراتيجي ممتاز جدا، وسبحان الله ربنا فتح عليهم في منتج، يعني عندهم منتجات كثير لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في كاسة كذا كان شكلها جميل وسعرها مقبول، وسبحان الله حازت على مبيعات غير متوقعة. الشركة الذكية هذه ايش سوت؟ ممكن تفكر؟ ممتاز، طيب حلو، زودت التسويق، ممتاز حلو، قالت مثلا عروض اللي ياخذ واحدة ياخذ ثانية مجانا، ممتاز. الشركة سوت أكثر من كذا، الشركة فورا جعلت الكأس هذا جعلت له شركة مستقلة، استفادت من إحدى طرق التخطيط الاستراتيجي في أن تجعل هذه الشركة شركة مستقلة، لها مديرة وخطتها التشغيلية وخطتها التسويقية ومديرها. ليش؟ عشان تزيد أرباحها. سبحان الله يمكن كلنا يتذكر لما كنا صغار، هذه قصة ثانية، كنا نشوف مثلا فيلم الأسد الملك وكيف كان الفيلم جميل، والشركة لما شافت الناس بدأت تقبل على الفيلم وبدأوا يحبوا يتعلقوا مثلا بسيمبا بأبوه يعني بالشخصية، الشركة كانت ذكية على طول، أنتجت ساعات الأسد الملك، كاسات الأسد الملك، تيشيرتات الأسد الملك. هذا كله ليش؟ هذا كله لقضية أن تزيد من أرباحها لتحقق الأهداف التي تصبو إليها. هل سنأخذ كل التفاصيل؟ الجواب لا، احنا ما نقدر نأخذ تفاصيل كل مسألة وكل علم من هذه العلوم، لكن زي ما يقولوا يعني ومضات، وحنزود الراغبين بمراجع مثلا التخطيط الاستراتيجي في دورة للدكتور طارق السويدان كاملة، يمكن مدتها 11 ساعة،
تتكلم بالتفصيل عن التخطيط الاستراتيجي وعن مثلا نظرية فايفر والتخطيط بالسيناريو وهذه القضايا كلها. العمل المؤسسي مثلا هناك دورة للدكتور طارق السويدان كاملة ودورة ثانية للدكتور محمد الأكرم العدلوني، وفي كتاب لهم برضو ممكن الواحد اللي مهتم بالعمل المؤسسي يتوسع. هناك مثلا في الإلقاء العديد من المراجع الممتازة، أهمها مثلا دورة الدكتور طارق السويدان يمكن 11 ساعة أو أكثر مع كتابه. هناك دورة أخرى للدكتور مريد الكلاب، هناك كمان العديد من الكتاب. ليس المهم أيها الإخوة والأخوات الكثرة، يعني مش مهم أنك مثلا سمعت 10 دورات أو 20 دورة، إيش الفائدة؟ لكن المهم أن تترجم هذه المعلومات إلى سلوك، أن تتعلم مثلا كيف تكتب خطة تشغيلية وتقيس أداء منظمتك من خلالها، أو تتعلم مثلا عناصر العمل المؤسسي. فإذا مثلا قالوا لك تعال إلى منظمة جديدة، وهم يتكلموا عن شرح لهذه المنظمة ومنظمتنا أو مؤسستنا فيها كذا وكذا، أنت تقيم المؤسسة هذه، والله العنصر الأول من عناصر العمل المؤسسي ممتاز 10/10، العنصر الثاني لا والله ضعيف، الثالث ممتاز بس يحتاج إلى تقوية أكثر، وهكذا تتعلم، وبالتالي تخلي شركتك أو المنظمة اللي أنت تشارك فيها أفضل من حيث الأداء ومن حيث الإنتاج. تتعلم مثلا فن الإلقاء، الكلام بمناسبة ترى حتى لأخواتنا، يعني وأنت تتحدث أو وأنت تتحدثين أمام الناس فينبهروا بحديثك ويصبح كلامك أكثر تأثيرا. حتى دعونا يعني أشارككم هذه القصة، يذكر الرئيس باراك أوباما في كتابه أحلام من أبي كيف أنه اكتشف موهبة القيادية أو في الإلقاء. يقول كنت يوما يعني مع أصدقائي في حديقة والناس على العوش، بعضهم اثنان يلعبون بالأطباق الطائرة، ودون أن أنتظر أي إشارة للبدء تقدمت إلى الميكروفون. هناك صراع دائر. لم يصل صوتي إلى أبعد من الصفوف القليلة الأولى، فنظر عدد قليل للأعلى، وانتظرت أنا حتى هدأت الجمعة. أقول إن هناك صراعا دائرا. يقول توقف اللاعبان عن قذف الطبق الطائر، يصل بيننا وبينه المحيط، لكنه صراع يمس كل واحد منا، سواء كنا نعرفه أم لا، سواء كنا نريده أم لا، إنه صراع يتطلب منا أن نختار إلى أي جانب نقف. إنه ليس بين السود والبيض، إنه ليس بين الأثرياء والفقراء، كلا، إنه خيار أصعب من هذا، إنه خيار بين الكرامة والعبودية، بين العدالة والظلم، بين الالتزام واللامبالاة، اختيار بين الخطأ والصواب. وكانت الجموع هادئة وتراقبني، فبدأ أحدهم بالتصفيق وصاح آخر استمر يا باراك، استمر، أخبرنا بالواقع كما هو، هيا استمر. ثم بدأ الآخرون يصفقون ويهللون، وعرفت أني نجحت في جذب انتباههم، وأنني نجحت في جعلهم يفهمون الصلاة، فأمسكت الميكروفون مستعدا للاستمرار. إذن هذه كانت مقدمة سريعة عن فكرة البرنامج والمشروع اللي احنا هنشارك فيه إن شاء الله. شكري من كل القلب والله لكل الإخوة والأخوات المساهمين والمحفزين والمحمسين للمشروع، وبإذن الله يعني يكون كل واحد مننا شخص كبير قائد يخدم الإسلام ويخدم البشرية، ويأتي يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الزحمة والحر والعرق و فيسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شرب لا يظمأ بعدها أبدا، ونكون إن شاء الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نراكم إن شاء الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتبتلوا لله يعلو شأننا، فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجى أيام.